عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم بغيت نوجد الفطور، يلا خليكم معايا. داكشي اللي غندير غادي تشوفوه معايا. اول شيء غندير غنقطع شويه ديال النعناع وديك التخليطه وداكشي باش غادي نوجد الفطور. يلا خليكم معايا، فرجتكم ممتعه، ما نطولش عليكم. هذه السالميه تاع هي اولا المرميه، راح نشد ليها غندير منها تاع هي شويه. ها هي غنجيب دابا شويه النعناع قاديه هنايا. باي البيض غادي نديرو هنايا فواحد الكاسرونه وغادي نشعل عليه النار باش غادي نسلقهم. هادو هما اول حاجه غادي ندير. وهنا درت غا المقراج، درت فيه الماء وخليته تيغلي باش غادي نعمر اتاي. غنشوف لاطاب المقراج هو الاول، غنعمر لكم اتاي قبل عاد باش غادي نرجعو عاوتاني البيض بين ما طاب ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الماء هو غلا باش غنعمر اتاي. خديت هنا واحد المقله خاويه ودرت فيها هكا، شعلت عليها النار غنقصها وبغيت نسخن هاد الخبيزات هادو باش غنفطرو. جاكم كنتي ما نجيو هنا ودوي هنا هنا فطوني ماد دابا باين باين غنسخن. ما بغيتش نشعل الفران ونسخن فيه الخبز على والو، كيبقى شاعل ومضيع ليا الضوء الوقت وما يسخن ليا على شحال. ما عنديش فران اخر اللي غادي ندير، داك ديال الدجاج حيدته. المهم درتهم دابا هنا، كندير الخبز الا بغيت نسخنو ولا بطبوط ولا اي حاجه كنبرد ليا تنبغي نسخنو تندير ليه هاد الطريقه، تنغطي عليه وتنقص عليه النار مهيله حتى تيولي بحال يلا مطيبه. هادو الخبيزات اللي درت معكم البارح راهما هادو صافي. وهنا غادي نرجعو دابا الاتاي، هاد البنات شحال ما استعملتوش، يلا جبدتو دابا غسلتو نشفتو صافي. وغادي ندير فيه دابا الاتاي. الاتاي راه كل واحد والقياس ديالو، كنقول لكم دائما انا هكا الا عمرتها بحال دابا هكا المعلقه صافي عامره. الا درت غنص ديالها كنديروا تنديروا لي مرات جوج مصاص، هذه دابا كافيه صافي. غادي نشل الاتاي. كلشي تبارك الله كيعرف يعمر اتاي، ولكن كاينين حتى الاخوات اللي ما كيعرفوش كيسولوني ما فيها باس. دابا غادي نوريو لكم كيفاش. غنجيب شي كويس باش غندير التشليله. كل واحد التعمار ديالو، راه كاين اللي كيرجع هاد التشليله وكاين اللي كيرميها. انا اللي كنرميها ما كنرجعهاش صافي. غادي نعمر دابا البراد ديالي مزيان، غاديش نعمرو كلو، نفوتو النص غا شويه. جاكم كيبغي اتاي بزاف اوكي صافي. وغنخليه دابا حتى تيبدا يطبخ صافي. غادي يبقى ليا الاخر وغادي نضيف هادي وغندفع بها السكر وصافي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البراد هو كيغلي. هاد النعناع دابا حالات كلشي تنشدهم وتندير لهم هكا باش يطلقوا هذيك الريحه ديالهم. وغادي ندخلهم دابا في البراد هكا وكندفعهم بالسكر. السكر كل واحد كيدير القياس ديالو صافي. وغادي نسد عليه وغنخليه حتى تيطلق شويه. راه طفيت عليه دابا النار وغنخليه. دابا غادي نمرو البيض ديالنا. هنا كيف ما قلت لكم البيض ها هو وجد. دابا كنخوي ليه الماء بارد، غنبردو مزيان بالماء بارد صافي. هنا من بعد ما بردهم كنضربهم هكا في هاد المقيله صافي، تيتزادحو مع بعضياتهم صافي. وغادي نقيهم دابا، تيجوني ساهلين في التنقية بهاد الشكل هذا. هاد الشيء اللي بقى ليا ديال البيض هنايا ما غاديش نرميه، غيديه جاكم دابا الجريده وكيديروا فوق الغبار تيبقى الطبيعه. هذا فيه الكالتشو زوين. هنا كناخذ واحد المقيله ندير فيها الزبده، نقوي فيها تقريبا شي معلقه كبيره ديال الزبده هكا. الزبده تكون من نوع جيد باش ما تضركمش. هاد الزبده راه البنات اللي هنا في ايطاليا وبغاتها هي هي سميتها، شفتوها كيفاش مكتوبه جي اش او او جي اش او او هي شفتوها جي ا ك اي اي هي هكا راه زوينه هادي بزاف، ماشي غير شويه واخا الثمن ديالها شويه غالي. كتلقاوهاش كاع في المحلات دابا لي برز ناتورا سي سي خداها جاكمو من ناتورا سي، داك المحل اللي كيبيع داكشي ديال البيو. راه زوينه بزاف، عرفتوا واحد المذاق فيها راه شنو نقول لكم. المهم
هذه الطريقه ديال هذا البيض تيديروها التركيين هذه الطريقه. انايا اش نقول لكم، انا خديت منهم غير الطريقه باش غنديرها، ولكن الخليط كل واحد كيدير اللي بغى. بغيت ديروا الزيت ديروه، بغيتو ديروا اللي بغيتو. انا شتا الزبده بلديه وبغيت كنستعملها ملي مكليتها، ما كضرنيش انا الا كانت الزبده. انا عندي مشاكل مع المعده كما كتعرفوا، ولكن الا كانت المواد زوينه ما كضرنيش. الزبده الا كانت من نوع جيد ما كضرنيش. الا كانت الزبده ديال العربيه ملي كنمشي للمغرب حطي عليا شي حته العربيه ناكل فيها بزاف ماشي غير شويه وما كضرنيش. وهذه حتى هي لقيتها زوينه وصافي. هنايا كندوب هذيك الزبده مزيان هنايا، هنا على بال ما كتسخن ليا هذيك الزبده. انا تنشد هذا البيض هكا وتنفتحو بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كنقسمها على جوج البيضه، تنحاولوا ما نكسروهاش. باقي سخون الا خليتوه تبرد راه غادي يبقى شاد لكم الفورمه ديالو. انتوما هكا نستمر بهذا الشكل هذا. اوكي صافي، كنرجع دابا للمقله. المقله دابا تنوضع فيها الكمون، وغادي نوضع فيها شويه ديال الملح، وغادي نوضع فيها شويه ديال الحار. الحار تيكون اختياري اللي بغاه. وغادي ندير البابريكا ولا التحميره كيف كنقولوا ليها حنا، ولا الفلفل الاحمر الحلو. صافي وكنخلط هادو مزيان هكا المكونات مع بعضهم. نحيد هادشي من المعلقه. اوكي هنا ملي تيتخلطوا ليا صافي. دابا صافي دابا وتنبدا نهز هاد البيض وتنوضعو هنايا باش تيشرب ليا هذيك الزبيده. راه كتجي هاد الطريقه زوينه بزاف، راه مجرباها انايا وعجباتني الصراحه. انتما غادي نستف هاد البيضات كلهم هنايا، البوطر نقصتها بزاف، ندير ليهم هكا فوالا. صافي تنخليهم دابا هنايا حتى تيشربوا ليا هاد الزبيده، حتى يديروها مزيان يتنسموا بها. وهنا تنبدا نهز ونحط عليهم هذه حتى هي باش ننسمهم حتى من الفوق ديالهم. النار ما نحرقوهمش، يعني غادي يتنسموا بلا ما يتحرقوا بهذا الشكل هذا هكا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البيض ها هو من بعد ما وجد وطفيت عليه وجدت كل شيء تقريبا. دابا غادي نبدا نستفهم في الطبق ديالي هكا بهذا الشكل هذا. كنهزهم من المقيله وكنحط هنايا. بغيتو تقلبوهم على الجهه الاخرى، بغيتو تخليوهم على وجههم، اللي بغيتو نتوما كيكون اختيار ديالكم. يعني انا غادي ندير لهم هكا، وندير وحده الفوق ووحده لتحت، يعني هكا وحده سنقلبها وحده سنخليها على وجهها. نتوما التزيين راه كل واحد وكيفاش اللي بغا دير شي حاجه كديرها. انا غندير هكا. اوكي ندير لهم هذا الشكل هذا. جاب لي جاكومو هنايا القزبر، قال لي دير لي القزبر حتى هو. غادي نحطه هنايا في الوسط حداهم. اوكي صافي. وكنوضع عليها هاد العطريه اللي درت ليها مع هاد الزبيده بهذا الشكل هذا هكا. صافي الخبيزات راهم غير تاهما وجدوا. غادي نحيدهم من المقيله. انتما راهم راه قلبتهم قبيله، راه تيجي الخبز هنايا زوين بزاف. انتما شوفوا راه تيسخن بحال لي الله مطيباهم عاد دابا. شفتوهم راه سخوانين مزيان هكا. صافي وغادي نخرجوا دابا باش غادي نفطروا ان شاء الله.
نتمنى الاعجاب ديالكم هذا الفطور ديالنا ديال هذا النهار، تشجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد. لاول مره كتزوروا القناه ديالي تبارطاجوا مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالها، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تعجبكم الفيديو. مع السلامه.